شو الاخبار؟ ايوه انس، انت قولي دق عليك وش قال؟ قال تعال معك ساعه. ايوه قلت انا كنت في جده انا. اما عاد ايه وانا اجي استغفر الله. لا ودق علي وانا كنت انا في غرب الرياض. دق علي قال تعال. ايه جيت هنا واجتمعوا معي ثاني مره بعد واخذوا من اللي انا ابغى اجيب لهم وثائق، بررت خطاي يعني. ايه طبعا الحمد لله ما قصروا والله كلهم، محمد منصور ولا الاداره ولا مالك القناه، ايه شيخ ابراهيم كلهم يا ربي لك الحمد. يا سلام. ورجعت بس كيف كان الشعور وقتها؟ والله شعور كان احسن من شعور اول ما دخلت. والله اي أيوة والله. و اللهم صل ومحمد المطير اللي كان بديل لك، ايه هو يقرب لك ولا من الجماعه؟ لا والله والله ما اعرفه. من الجماعه اي من البعيد. والله نعم الرجل، كان ودي والله انه يستمر معنا هنا الزلام. لكن والله اني كلمته وشرح لي ظروفه ابوه وظروفه. ايه هو يقول ظروفه والدوام عنده، لكن الحمد لله والشكر. اي والله اي نعم. هو خلص جاكم ولا لا؟ شغال شغال. اشتغل غازكم محمد اشتغل ما هناك. ها خلاص اسلم اسلم. طيب تقول لي يالي ايش؟ يالي لا يا ليت المقدم يقدم والمخرج يخرج. ليه؟ ايه اقول المقدم من يقدم له؟ ايه صدق والله. لا انت تقول يا ليت المقدم يقدم والمخرج يخرج. ايه ليش مخرجينا الليل ما هم؟ لا عاد مخرجين كلهم والله ونعم، لكن في واحد شديد، واحد منه كويس، واحد من الشديد ومن الكويس اللي الحين موجود شديد. شديد والله والله هشام. لا ابو ربيع ابو ربيع مو مخرج، شو هو؟ معد شديد. لو انا مصور شديد انت شلونك عساك طيب؟ ها خصم 5000 نقطة من طيب ارسلت لكم صورة يا اخوان، حاولوا انكم تعرضونها اذا جهزت علموني اشوف الصورة قبل. ما تعرفها؟ عرفت. ايه ايوه شو الاخبار؟ والله بشك. طيبين؟ اي والله شو نسوي؟ والله بشك. انت من كشخ منين جاي؟ والله اني جاي من الشقة. ما شاء الله. ايوه والله. كانت مضيوف. لا طشان الحالي قلت لك. يا علوم. والله ابي. هذا علوم سلمك الله انه طفش، في طفش. اوه. تعال تعال في اللي ما جينا في اللي زيارات انتم ها؟ في اللي عندنا جداول هنا. ليه؟ عندنا فعاليات. يا ولد انتم اللي يجيكم تدري وش يطلع برا خريطه. ليه؟ يا ولد انت صاحي. لا بس كويس. تدري انا اذا اني طلعت من الرياض اول ما انزل من القديه مكتوب مزرعه حسين ترحب بكم، اشتريها تتغير. شفت الرسائل النصيه تجي؟ ها؟ الحمد لله على السلامه نورت. هو البيت بعيد من إيه؟ والله. انت شرق ولا شمال ولا شنو؟ انا لا اشوى هنا عند لبن. والله في لبن. أيوة جاري. الله انت في لبن؟ اي أيوة والله. في ذمك؟ قسم بالله. لا انا ماني في لبن، في لبن بطويق جنبك بس غرب بس قريب. ها في ذمتك انت هنا؟ اجل اي والله. الحين كل شيء الحين ماشي. ما يلا تلقى شقه صح؟ اي ابشر بسعد خاني اذا بغيت تشرب على السماعه. لو اني داري والله كنت الف الف اخو يا الف بالقوه حصلتها. لا والله شهري ولا سنوي؟ شهري. شو رايك انت؟ انا ماني مطول. ليه ما تطوش عندك؟ وش عندي في الرياض؟ ما جاء غير التكاك اللي جاني وضيق. وين بتروح؟ بروح العلا. صدق عاد رحلتي بعد برا ان شاء الله الشمال. بعد ايش؟ بعد البرنامج. بعد البرنامج يا الله السلام. قبل شهرين ترى امانه. شهر قفلنا اليوم شهر. في ذمه؟ اي والله قفلنا يعني 30. اليوم قفلنا شهر 30 اليوم. الراتب يا يا اخوي قفلنا شهر. لا اليوم بس 30. راتب الرجال يا ولد. ويش؟ هات الفلوس اللي عليكم، هات الفلوس اللي عليكم. سرعت ويا طيب ايش كنت بقول انا؟ قول ايش كنت بقول؟ نسيت في عيونك وش بقول؟ اي وش بقول؟ عينت العيال برا شلونهم؟ منهم؟ عينت فلاح؟ لا والله اخر مره قابلته في يوم منه معكم في باك فيني وي. يا اخي شوف انا اكتشفت برامج الواقع والمتسابقين اللي فيها وطلعوا كلنا من يوم تطلع ترى حتى لو ما معك جوال تدري وين هم متجمعين. ايه درعيه على طول بارك
ما دريه باك ما ادري دريه بس ما ادري يريد الطوطو راحوا اليوك كذا مكشخين انا بليفارد ما حد يجي ما ادري ليه والله ما ادري ايش السالفه بليفارد يا اخوان شغل العالمي شغل صح باك نبع باك نبع ايش الاخبار يوك الحين بسالك سم شو الان يعني سالم حزام اعتذر ايش اعتذر عن برنامج لا والله ايه صار كني ما ادري لا والله ممثل فنان طيب وايش كان شعوركم يوم تلقيتوا الخبر والله شوف ابو حزام رايته بيضة شفت ولا لا لكن ودنا انها تستمر معنا للنهاية ما ابغى عشان هو عشان نثبت نجاحنا له ايه هو كان ما كان يحاربنا كان يعني يقول لا هو تدري ليش يقول الكلام ده ها مصلحته هو ليش يقول الكلام ده ترى احنا زي كذا بداية كان يقول لا لا ثم ترى الرجال عنده النسخة هو العادي يغلط عليهم لكن اي احد ثاني يغلط يا ويله ما يبيض وجهه والله الشيء الثاني تراه والله العظيم انه كلام اللي في النقد والنقد تاخذون عن احنا الجد تراه والله يا والله انا في بعض ما استفيد منه وكفو ونعم يستاهل وعجبه انه يستاهل والله انه يستاهل ابو حزام يستاهل اي والله وانت ما تعتذر الا اليوم كم 30 راتب والله يجرى بحسابه الراتب ها الراتب ريما انا تدري وين اعتذرت مين بيجيبون عندكم واحد الله يستر من هو بالله من هو خلك اسوي سيارتك ها من هو هذا يا رجاز انت تعتذر طيب انت تكرهون المطبخ لا بالله تكره تعتذر ريان ها تعتذر اعتذر لا انا اعتذر انا شوي بعتذر بس انا اروح اثبت طلع كبراي المايك طاح انا اروح اثبت بعدين اتفاهم انك كبت وأقولكم يعني هذه الحياة أخذوا عطاء فالواحد يشد حيله في هذه الحياة فركزوا على حياتكم فسرع ريان فركزوا على حياتكم هذه فإن ها البس البس كأن صلى آخر كان شغال مفروشات تاخذ يربط ويدان تعال لا 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 يا ود ما شاء الله طلعت لك بطن ثاني ورا يا رجل لا أحد يسأل مع اليوم لا أحد يسأل مع ريان يا رجل اللي بالسلامة لا يسأل مع ريان الحاش على ريان التفكير مع الراتب